المؤتمر عن ايه يا دكتور اسامه؟ الحقيقه احنا هنتناول في المحاضره الجديد في الاشعه التداخليه، وعلى راس هذه الاساليب الحديثه ما يسمى بالمايكرويف. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بس قبل ما حضرتك، يعني كل الكلام اللي حضرتك هتقوله ده موجود في مصر بالظبط؟ ده يعني احنا ما بنتكلمش على حاجات بره ولسه احنا الحمد لله، عشان برضو عشان نقول للمشاهدين ده احنا بنواكب يكاد يكون اخر حاجه في اوروبا وامريكا. كلام موجود في زي ما قلت لحضرتك، احنا اول حاله تردد حراري عملناها سنه 98 لعلاج اورام الكبد. الكبد عضو دموي مليء بالاوعيه الدمويه، الاورده والشرايين، فاحنا كان عندنا مشكله في اورام الكبد التي تظهر بجانب هذه الاوعيه الدمويه. بمعنى احنا في التردد الحراري بنعلي درجه الحراره في الورم علشان نعمل له عمليه كي. اي الجزء الملاصق للاوعيه الدمويه ده كبد سليم، الكبد المصاب بالورم، او يعني الكبد المصاب بالورم نسيج كبدي. بالظبط. الجزء من الورم الملاصق للاوعيه الدمويه غالبا مكان بيقوى بكفاءه اقل من باقي الورم. تمام. وبالتالي كان في زياده في نسبه الارتجاع في هذه الاورام الملاصقه للاوعيه الدمويه. ظهر في السنتين الاخيرتين ما يسمى بموجات المايكروويف، جهاز موجات المايكروويف، وده الحقيقه عمل طفره كبيره جدا وحللنا هذه المشكله. فباستخدام جهاز موجات المايكروويف تحت الاشعه او الموجات الصوتيه، بندخل بابره دقيقه موصله بجهاز مولد موجات المايكروويف، بنعمل عمليه حرق كامل للورم بما فيها الاجزاء الملاصقه للاوعيه الدمويه، ووصلت نسبه الارتجاع الى نسب ضئيله جدا تكاد لا تذكر، وحلتنا المشكله اللي كانت بتقابلنا عند الكي. يعني الدقه بالظبط وعدم الاضرار بالنسيج الكبدي العادي اللي ما فيهوش ورم بالظبط، كل ده بيتحقق بموجات المايكرويف. والمذهل ان العلاج ده سريع جدا، يعني ممكن ورم يصل حجمه الى 5 سنتي يتم القضاء عليه بالمايكرويف في خلال 10 دقائق. ودي يعني انا يعني دايما المريض بيجي لي يسالني لما يعني ده هو مستعد يبات عندك يوم، لان هو جاي للدكتور اسامه دايما هيبات بقى يعني العمليه. لا هو المريض بيسالني هي العمليه هتستغرق قد ايه وقت، هو بيقيس مدى خطوره هذه العمليه بالوقت. بالوقت دايما طبعا يعني عشان العمليه اللي قاعده 3 ساعات هي دي العمليه، عشان افك التوتر اقول له حضرتك وراك مشاوير في اليوم ده فضي نفسك. فاحنا في المايكرويف بيعمل عمليه الكي في 10 دقائق، ودي بتدينا فرصه ان احنا نعمل علاج للمرضى المصابين بامراض تتعارض مع التغذيه. بس ال 10 دقائق دي ما تعنيش يعني لا ده الدقه الكامله في ال 10 دقائق دول برضه. يعني ممكن عشان وقت العلاج قصير جدا نعمل علاجات لمرضى مصابين بالقلب خطير عليهم البنج لفترات كبيره. طب في يعني حضرتك برضو كنت بتقول لي على القسطره، يعني الناس احنا نسمع قسطره القلب قسطره، فهل برضو في الاشعه التداخليه في قسطره؟ بالظبط. القسطره ده الجزء المكمل للعلاج الموضعي بالمايكرويف والتردد الحراري. في بعض الاورام ذات الحجم الاكبر بنستخدم القسطره الشريانيه للكبد لعلاج وحقن هذه الاورام. الحقيقه احنا في المؤتمر بنلقي الضوء على وسيلتين ظهروا حديثا في يكاد يكون في السنة الأخيرة لعلاج هذه الأورام وحقنها عن طريق القسطرة الشريانية. نمرة واحد العلاج بالحبيبات الدقيقة المشعة. القسطرة دي باختصار أنا زي حضرتك ما قلت زي قسطرة القلب دي، حاجة زي السلك قطرها لا يتعدى 2-3 ملي. أيوة. تدخل من شريان الفخذ إلى الشريان الأورطي في البطن وصولا إلى شريان الكبد، وبنوجهها تحت الأشعة حتى تصل إلى الشريان الدقيق المغذي للورم والذي يصل قطره إلى حوالي 2-3 ملي. بندخل فيه بالقسطرة وبنحقن مواد تقضي على هذا الورم. الجديد إن إحنا كنا بنحقن قبل كده مواد كيماوية، دلوقتي في الحبيبات المشعة، ودي حبيبات دقيقة جدا حجمها بالمايكروميتر، بتتحقن داخل الورم في الشعيرات الدقيقة المغذية للورم، وتبتدي تشع في نطاق ضيق جدا للقضاء على هذا الورم.
ودي يعني برضه دي جداً موجهه للورم فقط. بالظبط، دي تقنيه حديثه جدا ظهرت يعني يمكن في السنتين الاخيرتين، بالاضافه الى ما يسمى بالحبيبات الدوائيه، نوع اخر من الحبيبات قطرها لا يتعدى المايكروميتر، برضه بنحقنها في الشعيرات الدقيقه المغذيه للورم. دي ليها فايدتين، بتسد الشعيرات دي اللي بتغذي هذا الورم فتحرمه من الغذاء، وبالتالي زي الفكره اللي قال عليها الدكتور بالظبط، وبالتالي يبتدي الورم يضمر ويتلاشى، وفي نفس الوقت هي عندها القدره والخاصيه انها تطلق جرعات صغيره من الدواء على فترات طويله، وبالتالي بتدي علاج فعال للورم مع تقليل الاثار الجانبيه لاي ادويه على المريض.